تحياتي للجميع وعيد مبارك سعيد الإخوان. يعني مع اقتراب عيد الأضحى المبارك إن شاء الله، يعني تقريبا الإخوان بقات لنا واحد 60 يوم هي اللي بقات، ما نحسبوش هذيك 3 أيام ولا 4 أيام ولا 5 أيام، ما تحسبش على الإخوان. يعني أغلبية الناس غادي تنوض تشري دابا، والأغلبية ديال الكسيبة تقريبا ضعيفة، يعني كانت غير مسروحة، كانت غير طلقة سارحة. يعني الناس غادي تشري في هذا الوقت هادي، يعني غادي تدخل ديريكت العلف. بالنسبة للعلف الإخوان الإنسان يمشي غير درجة درجة. يعني صراحة الإخوان جاني بعض الاتصالات، شي جوج ديال الاتصالات ولا 3 من بعض المتتبعين، يعني الكسيبات تيديوها تيدخلوها نيشان الكوري تيدفعوا لها العلف تتخم، واخا تيعيا ما يداوي، واخا تيقابل مزيان، ولكن تيدفع لها العلف بزاف تتخم، ولا تخمات على الاخوان راه ما تتبقى الشكل، تقطع الماكله الله يسر، راه تؤدي للوفاه. والله يدير الخير، نتمنى من الله التيسير. يعني كنصيحه الاخوان، يعني الواحد فاش يمشي غير بشويه على حساب الغنم اللي يدا كيدايره، الا كانت الغنم واكله راه ماشي مشكل، واخا يبدا لها تاب نص كيلو، وإلا كانت الغنم الاخوان ما واكلاش راه خصك تبدا غير 200 غرام، وراه 200 غرام بزاف عليها. الحمد لله راه مازال الوقت، يعني الانسان يمشي غير درجه درجه. يعني في الاول عطي 200 غرام، زيد واحد السيمانه عطي واحد 300، كل سيمانه بدا يزيد 100 غرام، وان شاء الله راه الكسيبه غادي تطلع وغادي تسمن، ونتمنوا من الله تيسيروا الخير. الحمد لله راه موجود تبارك الله. بالنسبه للخروف الاخوان صغير دابا اللي عنده 4 شهور 5 شهور راه موجود تبارك الله، راه داخل السوق دابا بكثره، ومازال ليه شهرين راه غادي يكبر، مازال يزيد يكبر تبارك الله، شهرين راه يكبر. خصوصا الاخوان الخروف ديال الحليب راه تيتبدل، هو خصو الماكله مزيان وخصو الراحه، وان شاء الله راه غادي يوجد مخير. بالنسبه للكسابه الاخوان راه حتى هو راه مصير، راه الانسان اللي سارح غير 8 شهور ولا 6 شهور الله يحسن العوان، العلف غالي. حنا راه ماشي ضد العياد، يعني العياد باش يعيد بواحد الاثمنه مكرناش، حنايا راه يكون خروف الموين غير 2000 درهم 2500 ما مكرناش، ولكن راه العلف اللي دار كلشي. نتمنوا من الله التيسير، الله يدير الخير. تحياتي للجميع الاخوان من هذا المنبر.